متابعي موقع طنجاوي الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديال اليوم، شنو هو الغلط اللي عملتي إذا رجع بك الوقت ما تعاودوش؟ خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاودي، أنا غنسقسك شنو هو الغلط اللي عملتيه إذا رجع بك الوقت اللوري ما تعاودوش؟ أول حاجة هو درت شي ثق في الناس، ما كنتش خاصني نثق بهم أولا، هذوك الناس أصلا ما نزيدش ندي عليهم، ما نديرش الناس أغلاط اللي درت في الباسي. شنو هو الغلط اللي عملتيه واللي ندمت عليه بزاف واللي رجع بك الوقت ما تعاودوش؟ وقع لي مشكل مع والدة ديالي. صافي، هو هذاك. يعني واش هذا الغلط ديالك ولا ديالي؟ لا، غلط ديالي أنا. انا ما كنتش كندي عليها، ما كنتش كندير لها بزاف د الحاجات، حتى ما بقاش الوقت. دابا كان كيعلمني الضمير ديالي. صافي، يعني الغلطه اللي بقات فيك بزاف هي هذيك. هي هذيك. الوالده ديالك اللي كانت كتشوف فيك دابا شنو تقول لها؟ اول حاجه نقول لها تسمح لي، حيت ما كنديش عليها، ما كنعيط لها شي ولا حتى حاجه. ثاني حاجه انها كنبغيها. صافي. فين هي الوالده ديالك؟ فين كاين حاليا؟ ما عرفش فين موجوده، حيت طلقات والدي ديالي طلقها كنت باقي صغير. تيناش من ماشي مغربي؟ لا، ماشي مغربي. ماي اصلي من غينيا. غينيا. آه. وعايش في المغرب. عايش في المغرب. واد. يعني اذا كرجع بك الوقت اللوري؟ لا، ما نديرش غلط مره، نخليها حدايا، نبقى حدايا. صافي. ايوا، الله يجمعك بيا. امين. شكرا بزاف. شكرا، بارك الله فيك. خويا ديري، غنسقسك شنو هو الغلط اللي عملتيه اذا رجع بك الوقت اللوري ما تعاودوش؟ اخا، هو الغلط اللي عملته هو خرجت من المدرسه. كنت قلنا نكون شي حاجه كبيره في المغرب. اخا، وكدا ما كسبتش الوالدين ضروري، داك ما كلشي في الحياه ديالنا. اخا، والوالد اللي ما كانوش الوالدين راه والو الوالد. اي والله مر داخل. فوقاش حسيتي براسك بانك ندمتي على القرار؟ حتى كبرت انا مرودا عاد ندمت، كنقول يا ريت كنت رجعت للمدرسه. دابا ما نقدرش، دابا يمكن ليش نرجع ندمرين. اخا، وديلي والله العادي مدعدع في طنجة، لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله، والله يسهل على الجميع اخوتي. شنو هي النصيحة ديالك اللي غتوصل للشباب اللي باقي كيقراو دابا؟ كنقول لكم الله يسهل عليكم، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله. وما يعاودوش نفس الغلط ديالك. لا والو، قراها مزيان اخاو باش توصل. خاوي ديالي، غنسقسك شنو هو الغلط اللي عملتي في حياتك اذا رجع بك الوقت اللوري ما تعاودوش؟ ويلي بزاف عندي مادة. عارف شنو هو اخويا؟ دابا انايا كنت في الغربة من 2012 حتى 2021، عاد ردوني ريفول. هي تما كنت عايش مزيان بخير الحمد لله، ما خصني والو. هي حنا كنا بشي ناس صغار، انت عارف الطفوله، عقليه ديال الصغار هادي. تبعنا الدراري اللي ما هادي تدير اي حاجه باش تحضر فلوس هادي، وندمت اخاي. واو، تزاد عندي وليات حتى بديت الرجل فوراقيه وهادي، هما صيفطوني دابا ريفول المغرب. وانا نصيحه واحده نقول للدراري اللي مازال اللي نصحهم، يا احسن طريق خاصهم يشدوا يا طريق زوينه، يخدم يدبر على راسو، ما يتبعش شي حاجه خايبه في الاخر ديالتها. انا في المغرب ما قال لي حتى شي واحد، ما عندي لا امي لا با، لا اله الا الله. عندي دابا ولدي تما باغي نشوفو، ما لقيت له وجه. كندير عنده 3 سنين، شنو ندير؟ اسكت، لا اله الا الله. يعني اذا كرجع بك الوقت ما تعملش شي حاجه خايبه. اللي يرجع دابا تسولت نولي اللور، نولي نصلي. اخويا نكذب عليك، ما ندير شي حاجه. دابا قريت هنا بزاف، ما كراش نولي اللور، يرجع بيا اللور، وما نديرش هذوك الاخطاء اللي درت دابا اللي كنت نديرهم. درتهم راسي وندمت عليهم، ماشي ما ندمتش، ما انا اللي درتهم وندمت عليهم وبقى في الحال. تنصح الدراري كامل اللي تما، احسن حاجه خوشي يدبروا على راسهم في الحلال. الطريق زوينه بعد من بنادم اللي خايب هادي، خدم على راسك كتعيش زوين في الغربه. اي لا تبعتي الخاويه اخويا في اخر شهر، تلقى راسك في المغرب، تلقى راسك حماق، تلقى راسك في الحبس، ولا ميت وحده فيهم. وسمح لي، الله يلاقيك بولدك ان شاء الله. امين. مانويل اخويا سميت راسك، راه هو عايش في كاديس. يعني اللي كيجيني في بالي هو القرايه ديالي كملتها، فهمت؟ يعني ملي شديت الباك كنت درت لافاك، ولكن كنت كانت في لا ما كندخلش وهادي، فهمت؟ يعني داز داك العام غيت في ليا صافي، مورا بقيت جالس عامين. انا كندفع للبوليس، كندفع، فهمتي؟ دي كونكور كذا، ولكن ما سهلش. لا ما سهلش الله. وندمت علاش ديك العامين كون ما قريتش، لقيت غمضت عيني حليتها، لقيت شي دراري صحابي شدوا الاجازه كاين اللي، فهمت؟
هذا هو الغلط اللي ندمت عليه الصراحة. فوقاش حسيتي بأنك بصح ندمت على قراية؟ راه حتى فتش ديك 25 سنة عاد بديت نحس بالندامة الفرعية، فهمتي؟ كانوا كيهضروا معنا الناس شحال هذه وتيقولوا لنا ولكن الناس تنستوعبوا، فهمتي؟ يعني حتى كبرنا وبقينا تنقارنوا وكنديروا المقارنات عادة. الصراحة ندمنا بزاف كاع. الرسالة ديالك تقدمها للشباب؟ الرسالة ديالي بنادم يقرا على راسو ويحاول ماشي ما يعيش، يعيش يتصولاجا يدير رياضة يلعب يضحك، ولكن ضروري الأولوية القراية، فهمتي؟ لحقاش ما يشوفش بنادم راسو صغير، راه كيغمض عينه تيحل تيلقى راسو وصل 30 عام راه صافي، راه بحال البيبان تيبقاو يتسدوا، فهمتي؟ ما كانش بحال هكا يعني ما عطاتوش القراية، يقدر يدير تكوين يدير شي حاجة. المهم اللي يعني ماشي ضروري ما يضيعش وقته، ما يضيعش وقته، ماشي ضروري يكون عندك مع المات ولا الفيزيك ولا لونجلي ولا دير تكوين تعلم شي صناعة. هذه المهم فاش دير 30 سنة تكون عندك شي حاجة، ديك الساعة راه بغى بنادم يهاجر أولا هذه راه عنده شي حاجة، فهمتي؟ عنده شي ديبلوم أولا عنده شي. شكرا بزاف، بارك الله فيك، الله يرحم والديك. شكرا خويا. كاين بزاف الأغلاط، فهمتي؟ أي واحد تيغلط في الحياة، هاي الغلط الوحيد اللي غلطته ورجعت بيا الوقت زعما وما كرهتش ما نعاودش نغلط فيه هي البلية، فهمتي؟ المخدرات، الحشيش، البلية، الدريك، تبليت صغير، فهمتيني؟ كنت تنقرا باك سيونس فيزيك، وصلت نيفو باك سيونس فيزيك بسبب البلية، بسبب المخدرات، ما ديتش باك لا ديبلومات لا والو، فهمتيني خويا؟ يعني ننصح الشباب أنايا بنادم ما يتبلاش، يحاول يتريني، يحاول يقرا، يصوفي، يخدم، يقلب على شي حاجه اللي تنفعه من اللي قدام، حيت يتبع طريق ديال البليه ديال الزنقه كما جميع انواع المخدرات. يعني الطريق مصالحاش، مصالح حتى شي واحد، عاد دمر، تخليه مدمر، فهمتيني؟ عاد دمر واحد الدمار بالله يبقى عالم به. دابا هاد الغلط اللي عملتي واش دمر لك حياتك؟ واش نقول لك؟ دمروا باقي عندنا واحد شويه الامل باش فهمتي نبدلوا هذه الحياه ان شاء الله، نصوفي ونطلعوا الغربه ان شاء الله لكشاب ونبدلوا حياتنا ونصوفي ونتهلاو في والدينا. يعني الحمد لله الامل في الحياه باقي. كاين الامل، حيت ضروري خص الامل، ما خصش شي واحد بحال نقولوا يمل. صافي غير عمل شي غلط صافي رجع كل شيء عندك الغلط. لا، خصك تطيح وتعاود تنوض، ما كاينش شي حاجه سهله، خصك تقاتل الا بغيتي توصل، فهمتي؟ تقاتل. الباقي كاين واخا 0.001% ديال الامل تكون عندك في الذات ديالك، في الشخصيه ديالك، وتقاتل عليها تقدر تبدل حياتك. الواحد هو اللي ما يفقدش الامل، والله يسهل على الجميع. وشكرا لك، بارك الله فيك، الله يرحم والديك، الله يحفظك. وحتى هنايا كنكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. خليو الناس انتم الاراء ديالكم في التعاليق. كان معكم ايوب جباري، امور كاميرا غزال سفيان العشاب. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.